نشدنا أسبوع الماضي القاضي غسان عويدات مدعي عام التمييز، وقلنا له يا رئيس غسان حضرتك نائب عام التمييزي وأنت لازم تكون بتخوف، ما بتخاف من حدا، فشو ناطر ما بتاخد إجراء وبتوقف القاضية غادة عون بموضوع الإشارات يلي بتخدها ويلي عم بيكون في عليها لغط دستوري وقانوني كتير كبير؟ يعني اليوم هناك نوع من إلى محطة الام تي في كتير عم تتطاول على القاضي غادة عون وعم تحكي بالقوانين وبالقضاء وبالعدالة وشبكة الانترنت وسرقة الانترنت لكم علاقة فيها بعتقد لبيت المهر. اللي بدي أقوله للام تي في، أنتم آخر محطة يحق لها التكلم عن التحريض والقضاء، وأنتم محطة تعمل بطريقة غير قانونية غير شرعية، أنتم محطة مختومة بالشمع الأحمر، أنتم محطة تم ختمها بالشمع الأحمر، ونطالب من القاضي غادة عون أن تعود وتغلق هذه المحطة بأسرع وقت. منحب نقول للان تي في شرعية تحرك غادة عون، أو عفوا الرئيسي غادة عون، شرعيتها مش من القضاء الأعلى يلي هو مسيس طبعا، شي بيخص بري، شي بيخص المستقبل، شي بيخص وليد جنبلاط وإلى آخره. شرعيتها للقاضي غادة عون بأي تحرك بتقوم فيه من الشعب، من الناس، إنه مصدر السلطات حكم الشعب. ونحن هلأ منطالب من جديد غادة عون بإقفال محطة الام تي في فورا، لأنها تعمل بطريقة غير شرعية وغير قانونية، ومن سمح للام تي في بأن تعود للبس. ما تجي تقولوا لي الام تي في أغلقت بسبب كلام قالوا الجنرال عون، لا مش هذا الحكي المزبوط. بتمنى من القاضي غادة عون أن تفتح ملف الام تي في ونعرف كيف الام تي في عاودت البث. يجب إغلاق المحطة فورا لأنها تعمل بطريقة غير شرعية. وبين هلالين اللي بدي أقوله قانون الإعلام كمان هيدي إلى علاقة بإغلاق الام تي في، محدد عدم الإساءة والإهانة لأي دولة صديقة أي شقيقة للبنان. وبوقتها كانت الام تي في عم تشن حملة عشوائية على سوريا، ما حدا أدنى نحن كمرابطون اختلفنا وأكلنا كف من سوريا، ليس دفاعا عن سوريا ولكن نحن نقول كلمة حق. ومع أنهم هن يلي مددوا له الرياض سلامة مجلس الوزراء، اليوم عم بيحاسبوه عبر غادة عون لتصفية حسابات سياسية فقط لا غير.